مساجد ولاية الأغواط واحتفالا بالمولد النبوي الشريف تكتظ عن آخرها بالمصلين صغارا وكبارا أين يقيمون بما يعرف بالميلودية باجتماعهم هذا. ككل عام أو ككل سنة نجتمع من بداية الشهر إلى غاية ليلة المولد، فنجتمع مع الأولاد الصغار أولاد الحي يأتون يفدون إلى المسجد هنا لنقدم بعض المجموعة من القصائد والمدائح الدينية حول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. المولودية كما باقي دول العالم الإسلامي تحيي هذه الأيام التي زاد فيها النبي المصطفى الكريم في ربيع الأنوار ليلة 12، فنحييها كباقي سائر دول العالم، مصر، أندونيسيا، جميع الدول الإسلامية. الاحتفال لا يتوقف هنا فقط، بل لقصيدة البردة الحصة الأكبر من المديح النبوي طيلة 12 يوما بأصوات شجية. هي البردة، قصيدة البردة لإمام البصيري، الهمزية لإمام البصيري، المضارية لإمام البصيري، طلع البدر علينا هي البنة النجار يوم قيم على النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته الشريفة. وكان دعاء دعاء لنا ختموا به، يقولوا دعاء المولد كل اللي نقراه. وكان المعاريف في كل شارع يديروا سفة والدقلة والحليب، ونهار ويمشوا في الشوارع، ويامن هو قاضي للشيخ بن عزوز عليه النادي في الشوارع، وكانوا جوامع يعمروا أكثر من هيك يعمروا. المناسبة الدينية التي يحرص الساكنة على إحيائها بالزي التقليدي المتنوع الأصيل تختتم بالدعاء والتضرع لله سبحانه وتعالى بأن يحفظ العباد والبلاد.